إذن بشأن الضربات الإسرائيلية المتكررة لإيران وميليشياتها وسحب إيران قواتها من مواقعها في البوكمال، ينضم إلينا عبر الهاتف من صيدا مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات حسان القطب. أستاذ حسان مرحبا بكم. يعني بحسب المرصد السوري فإن ميليشيات تابعة للحرس الثوري تخلي مقرات عسكرية في منطقة البوكمال، هل نتوقع ضربات إسرائيلية جديدة تطال إيران وميليشياتها في منطقة البوكمال أستاذ حسان؟ سبق لإسرائيل أن قامت بضربات عديدة على منطقة البوكمال ومناطق أخرى من شمال وشرق سوريا ضد مواقع تابعة للميليشيات الإيرانية أو المؤيدة لها من عراقية ولبنانية، وبحسب شهود عيان وبحسب بعض المراقبين الذين كانوا في تلك المنطقة فهم يدركون ويقولون بأن القوات الإيرانية ومن يؤيدها يتحصنون داخل مربعات أمنية ولا يجرؤون على التحرك إلا ضمن قوافل مسلحة وقادرة على المواجهة، لأن البيئة الموجودة هناك هي معادية ولا يستطيعون أن يتعاونوا معها بأي شكل من الأشكال. إضافة إلى ذلك فإن القوات الإسرائيلية يبدو أنها تملك قدرة استخباراتية عالية بحيث تدرك كافة التحركات الإيرانية وتحركات الميليشيات وتتتبعها باستمرار سواء كانت داخل العراق أو داخل سوريا، وتأمن تأتي الضربات داخل الأراضي السورية حتى يكون هناك أي عدوان على الساحة العراقية. إضافة إلى ذلك فأن هذه القوات أصبحت عاجزة عن التحرك والقيام بأي عمليات عسكرية في شمال وشرق سوريا، لذلك أصبح لزاما عليها أن تقوم بتغيير مواقعها وبإعادة النظر في قدراتها على التحرك وكذلك في مراقبة قواتها وعناصرها لترى من الذي يسجل هذا الخرق الأمني الذي يسمح لإسرائيل باستهداف كافة الشاحنات أو معظمها التي تكون محملة بالأسلحة وتمييزها عن تلك التي لا تحمل أسلحة. إذا هناك خرق استخباراتي إسرائيلي كبير وهناك ضربات إسرائيلية مؤثرة جدا لأنها تستهدف التقنيات العالية إن كانت صواريخ عالية الدقة أو أسلحة مهمة واستراتيجية وليس مجرد ضربات بهدف قتل بعض العناصر أو غير ذلك. أستاذ حسان، إسرائيل استهدفت مصنع أصفهان العسكري، هذا المصنع تعده إيران يعني مشروعها لتغيير ميزان القوة خاصة في المنطقة العربية، ما هي الرسالة التي أرادتها إسرائيل من قصف هذا المصنع؟ فترة هي تتحدث بصوت عال عن أنها على استعداد لضرب إيران والمنشآت الإيرانية التي تشكل خطر على وجودها وعلى حضورها في المنطقة، والمناورات الأخيرة التي جرت الأسبوع الماضي بالتعاون بين القوات الإسرائيلية والقوات الأمريكية والتي كانت غير مسبوقة من حيث حجمها وقدراتها والدور الذي لعبته، ولكن هناك رسائل متعددة وجهتها إسرائيل من خلال هذه الضربة. أولها أنها لا زالت موجودة على الساحة الإيرانية وأن لديها خلايا موجودة تستطيع التحرك بحرية والقيام بضربات عسكرية. إضافة إلى ذلك هي تؤكد أنها قادرة على تسريب أو تهريب بعض الأسلحة المهمة مثل الطائرات المسيرة والمتفجرات التي استخدمتها المجموعة التي أطلقت الطائرات باعتبار أن إيران اعترفت بأن هذه الطائرات انطلقت من الداخل الإيراني وليس من خارج إيران. إضافة إلى ذلك أيضا يمكن القول أن إسرائيل كانت تختبر الدفاعات الجوية الإيرانية لترى مدى جهوزيتها في حال كان هناك ضربة عسكرية باستخدام القوات الجوية على نطاق واسع واستهدفت أكثر من منطقة. أيضا نعم أستاذ حسان آسف للمقاطعة، ولكن المسيرات التي نفذت عملية أصفهان هي طائرات مسيرة إسرائيلية الصنع، ولكن هنا يعني ربما يكون المفصل في الموضوع قابل للنقاش، لكن إيران تحدثت عن أن الهجوم نفذ من داخل أراضيها، ما الذي نفهمه من ذلك أستاذ حسان؟ إسرائيل قادر على تهريب الأسلحة إلى داخل الإيراني والقيام بعمليات في الداخل الإيراني خاصة بعد الاغتياد الذي تم منذ فترة واستهدف أهم خبراء النوويين الإيرانيين، وأيضا هناك عدة عمليات عسكرية إن كانت تفجير أو قصف بعض المواقع الإيرانية، هذه ليست المرة الأولى التي تقوم بها إسرائيل ولكن دون إعلان، ولكن هذه المرة لاحظنا أن الإعلام الإسرائيلي كان سباقا في القول أن إسرائيل هي التي تقف خلف هذا الهجوم رغم أن إسرائيل لم تعلن ذلك رسميا، ثم أن المخابرات الأمريكية أكدت الدور الإسرائيلي في هذه العملية. هذا يؤكد أن إيران قدراتها الدفاعية وقدراتها الاستخباراتية ضعيفة وغير قادرة على مواجهة إسرائيل ومن يتحالف معها
ضد مشروعها النووي ومشروعها التسليحي أيضا. ويمكن القول أيضا أن إسرائيل تحاول استدراج إيران للقيام بعمل عسكري ما للرد عليها بشكل واسع، لأن إيران كان ردها واضحا بأنها سترد في المكان والزمان المناسب. وأي رد إيران في هذا المفصل، في هذا المحور أستاذ حسان، يعني كما تفضلت المسؤولون الإيرانيون توعدوا بالرد في الزمان والمكان المناسبين، كيف يكون الرد؟ هل عن طريق أذرعها في المنطقة لضرب المصالح الأمريكية مثلا؟ اعتادت إيران دائما على الرد باستخدام الأذرع والأدوات الموجودة في المنطقة، نعم، من حزب الله في لبنان إلى الحشد الشعبي أو غير ذلك، نعم، وهذه ليست المرة الأولى منذ انطلاقة إيران عام 1979 وهي تقوم بهذه الحركات التي تستخدم فيها أدوات غير إيرانية للرد على للرد أو للهجوم على بعض المصالح الأمريكية والغربية والإسرائيلية أيضا. لذلك قد يكون هناك ردا إيرانيا يستهدف مصالح أمريكية أو إسرائيلية في أمريكا الجنوبية، في أوروبا أو في الدول العربية، لتقول أن هذا الرد يوازي أو يوازي الهجوم الإسرائيلي. ولكن كون الهجوم الإسرائيلي تم على الأراضي الإيرانية ومن داخل الأراضي الإيرانية، فإن أي رد إيراني لا يستهدف إسرائيل ومصالحها في الداخل الإسرائيلي يعتبر دون المستوى، وقد يجر المنطقة إلى حرب واسعة، لأن إسرائيل مستعدة بالكامل للقيام بعمل عسكري وهي تنتظر أي خطأ إيراني سواء في الحسابات أو في الممارسة. وقد يؤدي أي رد إيراني من خلال الأدوات إلى ضرب هذه الأدوات سواء في لبنان أو غيره، لأن الوضع لم يعد يحتمل هذا الحراك الإيراني الذي يمتد من الشرق الأوسط وصولا إلى أوكرانيا، وهذا ما نشهده من بيانات واضحة من عقوبات متوالية ضد إيران بنظر لتدخلها في أوكرانيا إلى جانب روسيا. أيضا الوضع الداخلي الإيراني يساعد على أي حراك عسكري ضد النظام الإيراني، لأن الداخل مخلخل جدا والانقسام عميق سواء بين القوميات التي تتشكل منها إيران، وإضافة إلى ذلك هناك نقمة على النظام الإيراني والمظاهرات مستمرة نتيجة تدهور الوضع المعيشي، نعم، والوضع الأمني السيء جدا داخل إيران. من صيدا مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات حسان القطب، شكرا جزيلا لكم.